Le bébé? Quoi? شكرا لكم. لا مش شكل. سامعك يا باشمهندسين. النهارده ان شاء الله هنكمل نويز فيجر. احنا ابتدينا المره اللي فاتت النويز اناليسيز يعني عامه، وبعد كده ندخل في اللينياريتي ان شاء الله يعني لو في وقت. طيب فاكرين كلمه النويز فيجر ولا انتوا المفروض عارفينها صح؟ ها؟ ايه؟ مظبوط. يعني النويز فيجر او في الاول ممكن اعرف حاجه اسمها نويز فاكتور، هي الاس ان ار انبوت على الاس ان ار اوتبوت. الاول الاس ان ار هي في الاخر الكوانتيتي اللي بتعرف لي الكواليتي بتاعت السيجنال، قد ايه السيجنال كويسه، قد ايه السيجنال اعلى من النويز. النويز هنا مش معناها راندم نويز بس، اي نويز بس احنا هنا يعني هنتعامل بيها ان هي راندوم نويز حاليا بس في النويز اناليسيز او في النويز فيجر. بس هو عامه الاس ان ار هي بتعرف الكواليتي، فانا في الاخر باجي اشوف انا قد ايه الكواليتي بتاعتي ديجريدد في الاوتبوت بالنسبه لايه؟ للانبوت. بس هي الانبوت على الاوتبوت عشان نخليها ايه؟ رقم اكبر من واحد. اوكي؟ طيب وقلنا لو احنا عندنا فولت سورس، عندنا سورس في الاخر اسمه في اس بالشكل ده. اوكي، اي سورس ليه اوتبوت امبيدنس صح؟ اي سورس ليه اوتبوت امبيدنس، وفي نفس الوقت بنقول ان هو ليه نويز. هنعرف النويز هنا هي النويز بتاعت الار اس، يعني نحط هنا نويز سورس، ممكن نحطها بلون تاني. نحطها حاجة كده، ده النويز سورس بتاعي، هنقول ان هو عبارة عن 4 كي تي ار اس. النويز بتاعت الايه؟ دي النويز بتاعت السورس مش بتاعت الامبليفاير بتاعي. وانا عندي امبليفاير، الامبليفاير لو عرفنا له نويز هنا في الاوتبوت هنسميها في ان، في ان مثلا وخلاص. دي النويز بتاعت الامبليفاير ايه؟ ريفيرد للاوتبوت. انا عشان احسب النويز فيجر لازم اقسم الاس ان ار من الانبوت، الانبوت هنا قصدي بيها اللي جايه من الايه؟ اللي جايه من السورس. اس ان ار اوتبوت هي الاس ان ار كلها اللي جايه من كل حاجه في الدايره عندي كسورس وكايه؟ كامبليفاير بتاعي. فانا عشان اعمل حاجه زي كده لازم اعمل ايه؟ لازم اقسمها عند الفيرد بوينت، بوينت معينه اجي اقول انا احسب عندها نويز فيجر. لو افترضنا ان انا هنا احسب النويز فيجر في الاوتبوت هاجي اقول ان هي عباره عن الاس ان ار من الانبوت، ده معناه ان هو اس ان ار من الانبوت ريفيرد عند الايه؟ انا هنحسب عند الايه؟ هنقول ان احنا نحسب الكلام ده عند الاوتبوت. فانا هاجي اشوف السيجنال تو نويز ريشيو، سيجنال في الانبوت هي في اس، هحسبها عند الاوتبوت هتبقى في اس في A سكوير. A هو الجيم بتاع الامبليفاير بتاعي تمام، مقسومه على الايه؟ على النويز بتاع الانبوت برضو هيرفيرو تو ذا ايه؟ اوتبوت اللي هي V، دي هنسميها مثلا في ان اس بالشكل ده على في ان اس سكوير في A سكوير برضو. كل ده مقسوم على ايه بقى؟ هنيجي نشوف السيجنال في الاوتبوت، السيجنال في الاوتبوت هي عباره عن ايه؟ هي صح؟ اللي هي عباره عن في اس في ايه سكوير على النويز كلها في الاوتبوت اللي هي عباره عن الترم ده هو بس مجموع عليه ايه؟ الفي ان بتاعت الايه؟ بتاعت الامبليفاير. معايا؟ في مشكله في الكلام ده؟ الكلام ده عملناه المره اللي فاتت صح؟ ففي الاخر لو جينا بسطنا الكلام ده هنيجي نقول ده هيروح مع ده كله صح؟ وفي الاخر هتطلع لنا في الاخر هي في ان اس سكوير اي سكوير بلس في ان سكوير على في ان اس سكوير اي سكوير. الفي ان دي ما ننساش بس هي الاوتبوت، هي النويز بتاعت الايه؟ الامبليفاير بس. اوكي؟ فبنيجي نقول الشكل ده ممكن هنقول ان هو عباره عن 1 بلس ايه بقى؟ في ان سكوير على في ان اس سكوير اي سكوير. طيب انا ممكن اشوف الشكل ده عباره عن حاجه من اثنين، يا اما هو عباره عن 1 بلس النويز بتاعت الامبليفاير على النويز بتاعت مين؟ بتاعت السورس صح؟ بس ريفيرد لمين بقى؟
للاوتبوت، او اقول ان هي النويز بتاعت الامبليفاير اللي فيد الايه؟ للانبوت اقسم بتاع النويز بتاعت السورس. اوكي؟ بس هي في الاخر انا بقسم تو نويز سورسز على بعض، يعني بشوف النويز بتاعت الايه؟ الانبوت عامله ازاي؟ والنويز بتاعت الامبليفاير عامله ازاي؟ وبقول 1 بلس نويز امبليفاير على نويز ايه؟ السورس بتاعي. اوكي؟ طيب. هو المفروض احنا عرفنا نويز فيجر ليه اصلا؟ عشان ايه؟ نقارن ما بين الامبليفاير، صح؟ عشان نيجي نقول الامبليفاير بتاعنا حلو ولا الامبليفاير بتاعنا ايه؟ وحش، معنى الكلام يعني. من برسبكتيف نويز يعني. النويز بالنسبه لي هو حلو ولا وحش؟ اوكي؟ طيب هل بالايكويشن اللي انا كاتبها دي اقدر اقول اي تو امبليفايرز حلوين او وحشين؟ او يعني اقدر اقارن؟ الفاكتور النويز فاكتور ده الاف معتمد على ايه؟ قيمته؟ معتمد على حاجتين صح؟ النويز بتاعت الامبليفاير نفسه والنويز بتاع الايه؟ السورس. طب هل معنى الكلام ده لو انا عندي امبليفاير واستخدمت له، يعني قلت لك انا عندي تو امبليفايرز، واحد مثلا نويز فيجر بتاعه 10 دي بي، او ده لينير سكيل، احنا ممكن نعمل الكلام ده دي بي سكيل ويبقى ايه؟ بالدي بي. اوكي؟ فلو عندي حاجه ب 10 دي بي وعندي حاجه ثانيه ب 3 دي بي، مين احسن؟ هنيجي نقول لو حسب السورس مين احسن بقى، صح؟ هنقعد نفكر 3 دي بي ده ايه؟ لو السورس بتاعه كان اصلا لو هما اتنين نفس السورس ب 3 دي بي احسن، صح؟ طيب الكلام ده صح، بس احنا عشان نسهل على نفسنا واحنا عايزين اصلا المتريك ده نستخدمه في الكومباريزون فور كومباريزون، فبنيجي نقول السورس ده حاجه معرفه مش بنغيرها، هو حاجه ثابته كده. السورس بتاعنا النويز سورس بتاعتنا اللي هي كانت المفروض تبقى ايه؟ 4 كي تي ار اس دي، صح؟ 4 كي تي ار اس الار اس دي على طول 50 اوم وتي دي 300 كلفن. يعني معنى الكلام ايه؟ ان انا في الاخر السورس بالنسبه لي لما اجي حد يجي يقول لك نويز فيجر هو دايما ريفيرد لمين؟ لل 50 اوم عند 300 درجه كلفن. يبقى ده السورس ما بيتغيرش، السورس ثابت. عشان كده لو حد جه مسك امبليفاير عادي وجي راح عمل له ايه؟ عمل سيميليشن، المفروض هتعرف ان شاء الله الحاجات دي قدام. وبص على نويز فيجر اكروس امبريتشر. هل من الايكويشن دي لو افترض النويز فيجر المفروض يعلى ولا يقل اكروس امبريتشر؟ يقل، صح؟ ما ده اللي لسه كنت هقوله حاليا. ايه هو؟ التي دي ثابته خلاص. الدومينيتور ده ثابت. احنا بس بنفير ليه هو 4 كي تي ار اس والتي دائما عند 300 كلفن والار اس 50 اوم عشان نعرف نقارن ما بين الامبليفايرز، عشان نعرف نقول الامبليفاير ده عند ديفرنت كونديشنز هو النويز بتاعته عامله ازاي. فاهمين قصدي؟ فبنلاقي ان النويز فيجر هو لو النويز بتاعته بتزيد مع التمبريتشر هلاقي النويز فيجر بتاعته بتزيد مع التمبريتشر بنفس الايه؟ بنفس الطريقه. يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان في الاخر الدومينيتور ده حاجه ثابته. اي حد هيقول لك نويز فيجر ده على طول ريفيرد لمين؟ ال 50 اوم على طول وال 300 كلفن. اوكي؟ طيب انا لو عندي امبليفاير نويز فيجر بتاعه ب 3 دي بي، حد يقدر يقول لي على طول كده النويز بتاعته بكام؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ ها؟ لو انا قلت لك امبليفاير نويز فيجر بتاعه 3 دي بي ايه؟ النويز فيجر ب 3 دي بي، 3 دي بي الاول مبدئيا ده اسمه نويز فاكتور، اوكي؟ بنيجي ناخد له 10 لوج الكلام ده وبنسميه نويز فيجر، وده ان دي بي سكيل. ده طبعا الاف دي لينير سكيل، ده ريشيو على ريشيو، اوكي؟ او يعني حاجه ريشيو يعني. فانا لو قلت لك النويز فيجر ده 3 دي بي معناه الاف بكام؟ باتنين، صح؟ معناه الترم ده بكام؟ واحد. معناه النويز بتاع الامبليفاير ماله؟ قد النويز بتاع السورس. فانت اول ما اقول لك ان هو 3 دي بي معناها ايه؟ معناها الامبليفاير بتاعي النويز بتاعته هي كانها 50 اوم. لكنها ايه؟ النويز بتاع 50 اوم عند 300 درجه كلفن. اوكي؟ فانت بالتالي ممكن تبقى عارف كده تيجي تقول ايه؟ خلاص يبقى احنا معنى الكلام ده ان احنا دايما هنحط كاننا حاطين لينير سكيل كده للنويز بنفرها دايما لمين؟ لل 50 اوم عند 300 درجه كلفن. فاهمين قصدي؟ في سؤال في الحته دي؟ الحته دي مهمه خلي بالكم يعني. اوكي؟ طيب
ناخد بس كده اكزامبل على ابسط دوائر ممكن نحاول نحسب لها ايه نويز فيجر. لو افترضنا ابسط دايره عندي اللي هي عباره عن ريزيستور، افترض انا عندي ار بي وعندي سورس هنا بار اس وليه انبوت بي اس، وجيت قلت لك احسب لي النويز فيجر بتاع الار بي دي، دايره عايز احسب لها نويز فيجر، اعمل ايه؟ اول حاجه هعملها ايه؟ هاجي اقول انا عايز احسب النويز امبليفاير والنويز بتاعت مين؟ السورس، بس عند نفس الايه؟ النقطه. فاول حاجه احدد ايه؟ نقطه احسب عندها. فاحنا هنا هنحدد نقطه اني مثلا ايه؟ مثلا النقطه دي، اوكي؟ يبقى دي مثلا نسميها الفي اكس او الاكس بوينت مثلا او البوينت اللي نحدد عندها الايه؟ نحدد عندها النويز. فاول حاجه هحط النويز سورسز بتاعتي. ايه النويز سورسز بتاعتي في الدايره هنا؟ النويز بتاع الار اس اللي هو الانبوت اللي هو بتاع سورس، والنويز بتاع الايه الامبليفاير بتاعه يعني اللي هو انا اعتبرته كريزستور خلاص، هحط له برده النويز سورس ايه بتاعه. الار بي هنحط له ايه؟ فولت سورس مثلا حاجه كده مثلا في، هنقول في بي ان بي مثلا، اوكي هنا في ان بي سكوير بشكل ده، وهنحط ده برده نفس الكلام هنحط له ايه؟ بي ان اس سكوير، اوكي؟ يعني النقطه دي والنقطه دي هما الفولتج ايه؟ سورسز بتاع كنوي سورس، النوي سورس خلاص، اوكي؟ والفي اس ده عامل فيه ايه؟ اقفله ملوش لازمه خلاص، ما انا عايز احسب نويز اعتبر الانبوت مش ايه؟ مش موجود. طيب فانا بالتالي كل اللي انا عايز اعمله اشوف النويز دي هتظهر لي هنا بكام؟ والنويز دي هتظهر لي هنا بكام؟ واقسمهم ايه؟ واقسمهم على بعض. في اي في مشكله في الحته دي؟ اوكي؟ طيب ده اللي هو عباره عن 4 كي تي ار اس، صح؟ وده اللي هو عباره عن ايه؟ 4 كي تي ار ايه؟ ار بي. معايا؟ فلو جينا مسكنا ال في ان ات بوينت ايه بقى ايه؟ ات اكس، اوكي؟ هنقول الفي ان اس، هو طبعا يعني ايه ممكن التسميه تبقى جلسه شويه عشان انا مسمي دي في ان اس، صح؟ وانا عايز ارفير هنا، بس هنا لما ارفير هنا مش هتبقى في ان اس، هتبقى حاجه ثانيه يعني. فاحنا ممكن اشيل بس التسميه دي ونقول ان هنا اسمها في ان اس لما ارفيرها تو ذيس بوينت، فاهمين قصدي؟ عشان بس ما نتلخبطش بس. فالفي ان اس سكوير لما اجي ارفير السورس ده، السورس ده لهنا هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ريزستور ديفايدر، صح؟ يفرق ان السورس ده موجود هنا او هنا؟ هي صح؟ هيبقى ريزستور ديفايدر، هيبقى عباره عن 4 كي تي ار اس مضروب في ايه بقى؟ ار بي، صح؟ على ار بي بلس ار اس، بس كده؟ لازم سكوير، صح؟ عشان ده ايه؟ كنويز باور مش فولتج سورس، اوكي؟ طيب دي الفي ان بتاعت السورس عند البوينت ايه؟ اكس. طب الفي ان بتاعت البي اللي هي الاول اللي انا سميتها في ان بي دي هتبقى عباره عن ايه؟ نفس الكلام، صح؟ 4 كي تي ار بي، صح؟ في ايه بقى؟ هي هنا هنرفعها لهنا، فانا هنعمل فولتج ديفايدر مع الار اس، صح؟ فهتبقى ار اس على ار اس بلس ار بي، تطلع بالشكل ده. كل اللي انا المفروض اعمله ايه بقى؟ اقسمهم على بعض واجمع عليهم واحد، صح كده؟ يبقى النويز فاكتور الاف اللي هي تساوي 1 بلس ده على ده، او يعني الار بي بقى على الايه؟ النويز بتاع الدايره بتاعتي على النويز بتاع السورس، هنقول 4 كي تي ار بي، صح؟ فار اس على ار اس بلس ار بي، كل ده سكوير على كام بقى؟ مظبوط؟ لو انا عامل حاجه غلط قولوا لي يعني. في سؤال في الكلام ده؟ طيب فده هيروح مع ده، صح؟ ودول يروحوا مع بعض، يتبقى لي ايه بقى؟ ار واحد زائد ار اس على ار بي. طيب وده عباره عن ايه بقى؟ ده النويز، ده النويز ايه؟ نويز فيجر بتاع الريزستور، بس انهي ريزستور؟ محطوطه ايه بالنسبه للسورس؟ محطوطه شكلها عامل ازاي بالنسبه للسورس؟ محطوطه شنط، دي بنسميها يعني كده هي مبرر للسورس،
اوكي. فانت دايما لو لقيت عندك في اي دايره ريزيستور كده محطوطه بره للسورس، يبقى هي في الاغلب الجزء اللي بتكونتريبيوت بيه اسمه ار اس على ايه؟ ار ار بي. يعني انت ممكن تيجي تقول الواحد ده هو مين؟ هو ده الكونتريبيوشن بتاع مين الواحد ده؟ بتاع السورس نفسه، السورس على نفسه يعني، صح؟ طب وده الجزء ده الكونتريبيوشن بتاع مين؟ بتاع الريزيستور دي. فاهمين قصدي؟ ممكن تبص عليها كده بس يعني. طيب لو الار ار بي بيساوي الار اس، الرقم ده يطلع بكام؟ الار بي بيساوي ار اس ب2 صح؟ اللي هي 3 دي بي صح؟ فمنطقي جدا ان اجي اقول لو انا عندي ريزيستور ب 50 اوم، النويز بتاعتها هي زي الايه؟ ال 50، مش قلت لكم لو عندي 30 دي 3 دي بي نويز فيجر، معناها النويز بتاع ايا كان اللي انا بقيسه قد بتاع 50 اوم صح؟ فانا لو انا عندي دي 50 اوم يبقى قدها خلاص اكيد يعني، دي ريزيستور. فاي سؤال في الكلام ده؟ تمام. طيب ده كان اسهل ايه حاجه ممكن نفكر فيها يعني. طب ممكن ناخد حاجه اصعب شويه. لو افترضنا انا عندي امبليفاير برضو، يعني هي امبليفاير برضو مش صعب يعني، بس هو حاجه سهله. عندي حاجه زي كده، امبليفاير زي ده اوكي، ده الامبليفاير. عندي يعني بدرايف بسورس طبيعي، دي ار اس هنا، عايز احسب له نويز فيجر، اعمل ايه؟ اعمل نفس الكلام صح؟ اجي احدد بوينت اريفير كل حاجه ليها، واقسم النويز اللي جاي من الايه؟ من الانبوت بس، او يعني النويز بتاعت الامبليفاير كله على النويز اللي جاي من الانبوت بس، اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا هريفير الكلام ده عند الايه؟ عند الاوت هنا، نفترض احنا عند الايه؟ عند الاوت. طيب هاجي اقول لك دلوقتي الامبليفاير ده ليه لي جي ام وبرده ليه ار دي اس، يعني الترانزستور ده ليه جي ام وايه؟ وار دي اس، شغال في ساتوريشن، اوكي؟ معايا؟ والكرنت سورس ده ايديل كرنت سورس، مش بيكونتريبيوت ايه؟ في اي حاجه، هو ايديل. اوكي؟ طيب ات اوت الفي ان بتاعت الامبليفاير بتاعنا نسميها في ان ايه بقى المره دي يعني؟ هتساوي ايه؟ حد يقدر يقول لي بسرعه كده على طول؟ يعني بتاعت الامبليفاير بتاع ده ايه؟ عند الاوتبوت ماشي مظبوط، بس لو حبينا نمشيها كده بحاجه صغيره، اول حاجه هعملها ايه؟ هاجي اشوف النويز سورسز بتاعتي صح؟ انا عندي النويز سورس بتاعي هنا مين؟ الترانزستور، ممكن احطه ايه؟ كارنت سورس او فولت سورس في الانبوت، بس هنا ممكن نقول نحطه اسهل ككارنت سورس في الاوتبوت هنا كده حلو، وده عباره عن 4 كي تي جاما في جي ام صح كده؟ يبقى هو النويز في الاوتبوت بقى بيساوي ايه؟ ايه؟ الكلام ده مضروب في ايه؟ في ار دي اس سكوير صح؟ ف 4 كي تي جاما في جي ام في ار دي اس سكوير اوكي؟ ده النويز اللي جايه من الايه؟ من ده، من الترانزستور ده يعني. طبعا لو كان عندي هنا ريزستور هشوف لها برضه النويز ايه؟ اللي في الاوتبوت ماشي اوكي. طيب الار اس دي النويز بتاعتها في الاوتبوت هتبقى عباره عن ايه؟ 4 كي تي ار اس في جي ام سكوير ار ايه؟ ار دي اس سكوير صح كده ولا غلط؟ تمام جدا. طيب لما اجي احسب بقى، عايز احسب النويز فاكتور الاف، هساوي 1 بلس ده على ده صح؟ ف 4 كي تي جاما جي ام ار دي اس سكوير على صح كده ولا ار اس جي ام سكوير ار دي اس سكوير. في اي مشكله في الكلام ده؟ فنلاقي ال 4 كي تي راحت مع دي والار دي اس راحت مع بعضها وجي ام راحت مع جي ام سكوير او السكوير يعني، تتبقى لي 1 بلس جاما على جي ام ار اس. ودي وده بنقول عليه اكننا النويز نويز فاكتور بتاع مين؟ احنا هنا شفنا بتاع مين؟ بتاع ترانزستور محطوط بالكونفيجريشن ده. اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب اتفضل. ممكن نحسب الفليكر، بس انا حسبت السيرمال بس. ممكن نحسب، لو حسبنا الفليكر برضه هتيجي تعمل نفس الكلام، بس تجمع عليه هنا الايه؟ جزء الفليكر، ويطلع لك الترم التاني بتاع الايه؟ بتاع الفليكر.
لا، ما هو مش هو نويز، مش هو النويز بتاع الترانزستور ده. الترانزستور ده له تو تايبس اوف نويز، صح؟ فليكر وسيرمن. ما انا فاهم بقى، احنا المفروض، انا مش بقول لكم دلوقتي احنا بنحسب على الهاي فريكونسي، انا بحسب وخلاص. نويز فيجر، النويز فيجر زي ما هو بيتعرف عند 10 جيجا بيتعرف عند 1 كيلو. فالتعريف النويز فيجر عند 1 كيلو اكيد وقتها الدوميننت، اكيد النويز اللي بيكونتريبيوت هي الفليكر. ايه النويز؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طيب ناخد كده اكزامبل سريع، حاجة اعقد شوية، مش اعقد كتير يعني، بس ايه، افترض معايا ان انا حطيت هنا ار بي وعندي ترانزستور ابو جي ام وار دي اس ده، اوكي، وعايز احسب الكلام ده نويز فيجر، اوكي. فنيجي نحط له ايه، ار اس هنا، مظبوط، بالسورس بتاعه بالشكل ده. هنيجي نعمل ايه؟ نحسب عند مين مثلا؟ عند حاجه نحددها، نحسب عند الاوتبوت، ماشي، نحسب عند الاوتبوت هنا. طيب الفي ان بتاعت الشيء ده كله معايا ايه؟ نقسمها ازاي؟ يعني انت خلاص انت مقتنع ان هي ممكن تطلع كده في الاخر؟ اصل انت لو طلعت كده خلاص يبقى تقسمها. ما هو انا بدي الاكزامبل ده عشان ما حدش يجي يقول واحد يعني اللي انت قلته ده. هتشوفها دلوقتي يعني. طب دلوقتي قبل بس ما ادخل في ده، هنا النويز فيجر ينفع يبقى مثلا ب 0.1 دي بي، اللي هي مثلا 1.1 كنويز فاكتور، يعني ينفع؟ الفاكتور ده ينفع يوصل لصفر او يعني صغير قوي بالنسبه لواحد؟ لا. ليه؟ على حسب الايه، جي ام والار اس، صح؟ طب الجي ام دي مش بدايه، اقدر اكبر الجي ام على زي ما انا عايز. هي الجي ام دي بيساوي ايه اصلا؟ تو اي دي على ايه، بيفو درايف ده، لو ايه، لو لونج شانل، صح؟ بس هي عامه تو اي دي على في او في او في اوفر درايف، صح كده؟ طيب يبقى انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اكبر الكرنت على الاخر، والفي او في اعمل فيها ايه؟ اصغرها قوي واخلي الجي ام ده فاكتور ده ايه؟ قيمه كبيره جدا، صح كده؟ يبقى الريشيو دي تقدر تبقى صغيره ولا لا؟ تبقى صغيره، صح؟ مفيش اي مشكله. يعني انا اقدر بحاجه شبه كده اقدر اجيب بيها نويز فيجر صغير جدا. طبعا في مشكله كبيره في ده، في الامبليفاير ده، ان هو مش هيشتغل اصلا لحاجه اسمها ماتشنج، صح؟ لو حد لسه هنجي لها قدام، مش مشكله. بس انا باجي اقول لو عندي ترانزستور بس، ترانزستور بس، وبشوف ومدخل عليه على طول على الجيت السيجنال بتاعتي، انا ما عنديش مشكله، انا كده بجيب نويز فيجر قليل جدا. يعني معنى صح، قليل جدا بالنسبه لنا اللي هو مثلا 0.1 دي بي. طبعا ده قليل قوي يعني، ما فيش حاجه اسمها 0.1 دي بي، هو نقول 1 دي بي يعني، اوكي؟ ده اللي هو حاجه اصغر من 50 اوم، حاجه اصغر من 50 اوم. احنا متفقين لو هو 3 دي بي يبقى هو قد الايه؟ قد ال 50 اوم، تمام؟ طيب هنا لو انا عايز اجيب نويز قليل قوي ينفع ولا ما اقدرش؟ ما اقدرش ليه؟ ما يبقى اقدر على حسب الار بي. ليه ما اقدرش؟ الار بي عامل فيها ايه؟ اكبرها على الاخر، صح؟ يبقى انا لو عندي شنط ريزيستور كبيره يبقى النويز ايه؟ تبقى قليله قوي، ماشي؟ طب نيجي نبص بس على الايه؟ على الدايره دي، على الدايره دي. زي ما اتفقنا نمشي في نفس الايه؟ البروسيجر اللي احنا اتفقنا عليه. هنيجي نحسب النويز عند الاوتبوت، حددنا نقطه قلنا ان هي الاوتبوت، اوكي؟ فنيجي نقول الفي ان بتاعت الامبليفاير، ماشي، اوكي؟ هي عباره عن حاجتين، هي نويز جايه من ايه؟ الامبليفاير وجايه من الريزستور، صح؟ فالنويز اللي جايه من الامبليفاير هتبقى هي دي، مش هتفرق حاجه، صح؟ 4 كي تي جاما جي ام في ار دي اس سكوير، مظبوط ولا لا؟ صح؟ طيب النويز بقى اللي جاي من الريزستور قد ايه هنا؟ ايه هو ده بقى؟ نعمل فولتج ديفايدر؟ يعني
ماشي. انا دلوقتي مش عايز الار اس اعتبر ان ملهاش نويز، انا عايز اعرف النويز سورس بتاع النويز بتاعت الار بي دي لما اشوف الاوتبوت هشوفها كام. ايه بالظبط؟ انا عندي هنا النويز، هنا اهي النويز دي اللي هي عباره عن ايه، الفور كي تي ار بي، صح ولا غلط؟ ها طيب دي اللي هنا اضربها في جي ام ار دي اس سكوير. لا ما ينفعش، لازم الاول اريفيرها للنقطه دي، والنقطه دي النقطه دي هي اللي اضربها في ايه، في الجين، صح كده؟ طب لما اريفيرها للنقطه دي اعمل ايه؟ اعمل نفس اللي انا عملته هناك، صح كده؟ فاجي اقول ان ممكن اكتبها بلون تاني 4 كي تي ار بي، هنريفيرها الاول لايه؟ لهنا، فار اس على ار بي بلس ار اس سكوير، صح كده ولا غلط؟ مظبوط؟ مضروبه بقى في جي ام سكوير ار دي اس سكوير. في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب طيب بالنسبه بقى للفي ان اس، هنرفع الاوتبوت ده كله ات ايه؟ اوت، هتساوي ايه بقى؟ 4 كي تي ار اس. بعد كده هنعمل نفس الكلام، هي هنا هرفعها الاول لهنا، بعد كده هطلعها ايه؟ الاوتبوت هنضربها في ار بي على ار بي بلس ار اس سكوير في جي ام سكوير ار دي اس سكوير. لو حد باصص كده هيقول ايه؟ طب انا كان اسهل حاجه اريفير كل حاجه لايه؟ للانبوت، صح؟ بدل ما انا قاعد عمال اضرب في جي ام ايه؟ فانت الحاجات دي هتاخد بالك انت ايه؟ لما تبص على الدايره ترفير احسن، لما تيجي تحسب ترفيرها لمين؟ لا اسهل. اوكي؟ طيب هنيجي نعمل ايه بعد كده؟ نقسم الكلام ده على بعضه، صح؟ فالفاكتور نويز فاكتور هي قسمه الكلام ده على بعضها. تمام؟ فطبيعي جدا احنا ممكن نشيل ده على طول، صح؟ وبعد كده نعمل ايه؟ نشيل الار دي اس دي اصلا ملهاش لازمه، وجي ام سكوير مع السكوير هنا. في اي حاجه؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ اتبقى لنا ايه تاني؟ طيب هتساوي ايه بقى؟ واحد زائد اول ترم ده خلاص شال كله، صح؟ فواحد على في جاما، في جاما، صح؟ ما اتشالش كله، في جاما، صح كده؟ جاما على الشكل ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو كان اصلا جي ام في ار اس، صح؟ اللي هو نفس الكلام اللي احنا كنا كاتبينه، بس مشكلته هو مضروب في ايه؟ مضروب في الريشيو دي، صح؟ ار بي بلس ار اس على ار بي، صح؟ سكوير معايا ولا ايه؟ قلبتها بس عشان تحت بلس. الترم الثاني ده اللي هو هيبقى عباره عن ايه؟ مش ار اس على ار بي يعني؟ ار اس على ار بي. طيب الشكل ده هل كنتوا متوقعينه؟ هل كنتوا متوقعين ايه؟ الحته دي، صح؟ زاد ده، بس طلع ايه؟ طلع ده. ايه ده؟ هو المشكلة أصلا هو ده جه ليه أصلا؟ جه نتيجة الإيه؟ الآر بي، بس هي يعني النويز، النويز سورس هنا بتاع مين؟ النويز سورس بتاع الحتة دي بتاع مين؟ بتاع ترانزستور. بس ماله، حصل له إيه؟ مشكلته حصل له إيه؟ إن هو لما باجي ريفيرو بقى للإنبوت خالص، لما أجي أقارنه بالآر إس، أنا عندي آر بي في الطريق، فاكني عملت له إيه؟ عكس الفولتج ديفايدر، اكنه عملت له امبليفيكيشن، اكني. او ممكن تيجي تقول ايه؟ انا كان عندي سورس عملت له ريفيرنج لهنا، يعني لما راح من هنا لهنا حصل له اتنويشن بالفولتج ايه؟ ديفايدر، فبالتالي بقى النويز بتاعت الامبليفاير بتاعتي كبيره بالنسبه له، هي ما اتغيرتش، هي بقت كبيره بالنسبه له عشان انا اكني صغرت السورس بتاعي اكتر. فاهمين المشكله في ايه؟ فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان انت لو عندك امبليفاير زي ده ليه شنط
ريزيستور في الانبوت، النويز اللي هتجيت افكتد بتاعت مين؟ بتاعت ترانزستور مش بتاعت الايه؟ الار بي هي النويز بتاعتها الفاكتور ده هو ما اختلفش. هي المشكله كلها ان النويز بتاعت ده ريفيرد للانبوت بقى كبرت، اكنها كبرت. طيب تسمعوا عن الماتشنج؟ الماتشنج كونديشن ار بي. طب احنا بنعمله ليه؟ ماكسيم باور ترانسفير. جميل اول حد كده. طيب انا هنا عشان اعمل ماتشنج هعمل ايه في الار بي؟ اسويها لايه؟ اسوي الار اس صح؟ فاحنا هنقول الكلام ده في حاله بقى ان الار بي بيساوي ار اس بيساوي قد ايه بقى؟ هساوي الكلام ده 1 زائد ايه؟ 4 جاما جي ام ار اس بلس ار اس على ار بي صح؟ بدل ده 1 اصلا صح، ار اس على ار بي بواحد، فده يساوي ايه؟ 2 صح؟ هل الفاكتور، هل اول حاجه ينفع اجيب اقل من 3 دي بي؟ لا يمكن، لا يمكن صح؟ واحنا عارفين ليه، عشان عندنا ايه؟ عشان الريزستور دي ما تخلينيش ابدا انزل تحت 3 دي بي، ما انا عندي نويز قد السورس، فاكيد هتكونتريبيوت نويز قد الايه؟ السورس، فانا كده بادي زي بيد اقل حاجه اقدر اجيبها 3 دي بي. طب ينفع اجيب اقل من كده؟ قصدي يعني هجيب اعلى من كده، دي هجيب ينفع اجيب 3.5 دي بي؟ برضه لا مش هقدر اعرف. ليه؟ عشان فاكتور الاربعه ده هلاقي ان انا لو انا عايز اجيب رقم قليل هنا لازم الجيم دي يحصل فيها ايه؟ تكبيره جدا، كبيره جدا. فبالتالي الكرنت اللي هيمشي، انت خلاص عارفين الجي ام بروبورشنال تو ايه؟ تو كرنت فور فيكسد في اوفر درايف صح؟ هي 2 اي دي على في اوفر درايف. فهلاقي الكرنت الحراره هيبقى كبير جدا، وده هيحط لي مشاكل اصلا على السايز، وهيحط لي مشاكل على الباندوس، هيبقى على كل حاجه. اوكي؟ فبالتالي حاجه زي كده في الاغلب محدش ايه؟ بيستخدمها قوي. نتيجه مين بقى؟ نتيجه ده ونتيجه دي. ان انا خليتها 2 بدل 1 صح؟ والاربعه دي. ما تنسوهاش ها؟ عشان بس لو حد حاول يعمل حاجه زي كده ما يقولش هو النويز كبيره ليه؟ يقعد يفكر النويز دي جاي من الايه؟ من الار بي. لا، هي الار بي عاديه، النويز بتاعتها عاديه، هي ممكن تبقى مشكلته في النويز بتاعت الايه؟ الترانزستور جيت امبليفايد. ممكن تبص عليها كده. اوكي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب هو المفروض انتوا هتدخلوا في الكلام ده ان ديتيلز تاني، بس مع الايه؟ مع ال ان ايه؟ احنا بس حاولنا نمشي شويه في النويز فيجر كالكوليشنز. طيب افترض بقى معايا كده ان انا عندي، ما عنديش امبليفاير واحد بس، عندي ايه؟ تشين اوف امبليفايرز. عندي امبليفايرز كتير ورا بعض، وكل امبليفاير عرفت النويز فيجر بتاعته كام والجيم بتاعه كام، وجيت قلت لك انا عايز احسب ايه؟ التوتال نويز فيجر بتاع الايه؟ التشين دي. طبيعي جدا احنا لو عندنا اي ريسيفر هل هيتكون من امبليفاير واحد؟ ما ينفعش صح؟ اكيد يعني انا ايه؟ لو اقدر اعمله، لو اقدر، بس ما نقدرش. فنضطر نعمل ايه؟ نحط ورا بعض كتير، اوكي؟ يعني احنا مش بنحط ورا بعض عشان احنا حابين كده، هو ما نقدرش نعمل امبليفاير واحد يعمل كل حاجه في الدنيا. طيب لو افترضوا معايا كده ان انا عندي تشين مكونه من 3 مثلا امبليفايرز بالشكل ده، كل امبليفاير ليه جين هنسميه اي في 1 مثلا، يعني فولتج جين بتاعه ب 1، وليه نويز فيجر مثلا ب 1. ما ننساش بس انا كل اللي بكتبه هنا انا كاتبها يعني ايه بشكل واضح اف، عشان بس اقول لك دي قبل ما اخد الدي بي ماشي، اف دي قبل ما اخد الدي بي، وبعد ما اخد الدي بي نكتبها ان اف وخلاص. ممكن لما تيجي اروح في اي حته هتلاقي بيكتب الاثنين ايه؟ ان اف عادي يعني نويز فيجر يعني. اوكي؟ فلو عندي امبليفاير واحد عندي اي بي 1 وان اف 1
AV2 NF2 AV3 NF3 اوكي. وجيت قلت لك احسب لي التوتال جين والتوتال نويز فيجر. التوتال جين هيبقى كام على طول كده؟ مضروبين في بعض يعني. بعتبر دلوقتي ان ده فولتج جين مش باور جين ولا موضوع لا في ماتشنج ولا اي حاجه، انا بس ايه مسهلينها شويه اوكي. فالتوتال جين سهل جدا مفيش مشكله فيه صح. طيب بالنسبه بقى للتوتال نويز او توتال نويز فيجر ممكن نعمل فيه ايه عشان نجيب التوتال نويز فيجر بقى؟ اريفيرو الانبوت صح. اريفيرو الانبوت ازاي؟ اجيب الامبليفاير واسمعه جيل الاول صح اللي قبل يبقى. طيب قبل ما اعمل كده انا محتاج الاول عشان احنا نمشيها واحده واحده وفي الاخر هنطلع ايكويشن، والايكويشن دي هنستعملها بعد كده على طول اوكي. انا عندي طالما عرفت النويز فيجر يبقى انا عرفت النويز بتاعته ولا لا بتاع الامبليفاير ده. ما هو النويز فيجر دي معناها ايه؟ النويز بتاعته ريفيرد لمين؟ ل 50 اوم صح كده. يعني طالما انا عرفت النويز فيجر ده على طول انا قدرت اقول ان انا عندي ليه في ان 1 سكوير هنا ليه اوت نويز على طول صح. وده كذلك وده ايه كذلك برضو. انا كل اللي انا محتاج اعمله وانا عندي هنا طبعا ايه للسورس جاي معاه ار اس اوكي، ده النويز بتاع السورس. محتاج اريفير كل ده لايه؟ لنقطه واحده وبعد كده اقسمه على بعض. يعني هقسم النويز بتاعت الامبليفاير كله في نقطه واحده واقسم وادي نفس نقطه نويز بتاع السورس واقسمهم ايه على بعض. طيب تحبوا نرفير لمين؟ للاوت ولا الانبوت؟ الانبوت صح ماشي. فهنيجي نقول ات انبوت اوكي. فنقول في ان بتاعت التشين بقى، مش هنسمي امبليفاير بقى، او في ان توتال بتاعت كل حاجه اوكي عند الانبوت. ده هيساوي ايه عند الانبوت؟ ماشي اللي هي في ان 1 سكوير على ايه؟ على اي في سكوير صح؟ اي في 1 سكوير ماشي. والثانيه في ان 2 سكوير على اي في 1 اي في 2 الاثنين كل واحد ايه؟ سكوير معايا ولا ايه؟ والثالثه هتبقى نفس الكلام. معلش اوكي سوري. تمام كده في مشكله. طيب قبل بس ما اكمل عشان بس ما نتلخبطش هنقول النويز فيجر اصلا كان هو عباره عن ايه، من ايه علاقته بالان اف بالان بي اللي هو البي ان دي ايه؟ واحد زائد بي ان مثلا 1 سكويرد على اي سكويرد صح؟ بي ان اس سكويرد. في مشكلة في اللي أنا كاتبه ده؟ أنا عامل ده ماشي بس أنا معرف دي عند الإيه؟ مع الأوتبوت، طب أريفيرها للإنبوت صح؟ يعني أنا بس أنا كاتب دي ليه؟ عشان ما ننساش إن أنا تعريفت البي إن بتاعتي للأمبليفاير كنت معرفها عند الإيه؟ أوتبوت لكل أمبليفاير. فعلاقتها بالنويز فيجر هي الإيكويشن دي. هي الإيه؟ في مشكلة في الكلام ده؟ وطبعا لو انت ايه حاولت تعمل الباقيين هو نويز فيجر 2 برضه نفس الكلام، 1 زائد في ان 2 سكوير على اي في 2 سكوير بلس في ان اس سكوير. ماشي معايا ولا ايه؟ في مشكلة في دي؟ ما دي اللي احنا بنقوله اصلا. طيب ده الفي ان بتاعت الامبليفاير. طب الفي ان المفروض اعمل فيها ايه بقى؟ اقسمها على ايه؟ تعال نكتبها ماشي. NF2 هيساوي 1 بلس VN2 سكوير على AV2 سكوير في VNS سكوير. لده لوحده، ده لوحده، بص على ده لوحده. مش علاقة، أنا بقول لك عرفت له نويز فيجر ملوش علاقة باللي قبليه، هو متعرف له بالنسبة ل 50 أوم. بالنسبة لل VNS دي. معايا أوكي؟ طيب فبالتالي هاجي اقول النويز فيجر النويز فاكتور توتال بقى هتساوي 1 بلس الكلام ده كله على النويز بتاع السورس صح؟ فعباره عن 1 بلس بي ان 1 على
اي في 1 في في اس في ان اس سكوير صح كده؟ بلس معايا ولا ايه؟ حد من دايم الكوشن دي تمام ولا ايه؟ تمام معايا. طيب الشكل ده عبارة عن ايه بقى؟ الشكل الاولاني الجزء الاولاني النويز فيجر بتاع مين؟ بتعاون من الفاير صح؟ طيب تمام. فده عبارة عن الاف. بص يعني انا هلخبطكم كاتب لكم ان اف واف فانتوا فاهمين يعني صح؟ ماشي ماشي. خلي دي ان اف وان اف هنا ايه؟ لينير سكيل. ان اف 1 معايا ولا ايه؟ طيب التاني الترم التاني ده عباره عن ايه؟ النويز فيجر بتاع 2 على ايه؟ بالظبط ناقص واحد. ليه؟ عشان انا ممكن اجي اقول ايه الشكل ده؟ الشكل ده انا عارفه صح؟ ده اللي هو اني شكل اني اللي هو ده صح؟ ولا ايه؟ فالشكل ده عباره عن ان اف 2 ماينس ايه؟ ماينس واحد بس مقسوم على ايه؟ على الجين. فبلس ان اف 2 ماينس واحد على الايه؟ على الاي في 1. مين الاي في 1 ده؟ الجيم بتاع مين؟ السيج اللي قبليها. اوكي؟ طيب الثالثة ممكن نبص برضو نبص على الحتة دي كده. ده اللي هي مين؟ اللي هي شبه دي بس ان اف ايه؟ ان اف 3 صح؟ بلس ان اف 3 ماينس 1 على اي في 1 اي في 2 ماشي. وده هو النويز فيجر التوتال بتاع ايه؟ بتاع التشين كلها تمام؟ دي بنسميها فريس ايكويشن ودي في الاغلب هنستعملها على طول. اوكي في اي سؤال في الكلام ده؟ اسمها فريس ايكويشن. اوكي خلي بالكم انا هنا مشيت بالايه؟ بفولتج جين. حلو. والنويز فيجر متعرف لايه؟ لا مش قصدي كده. متعرف للريفرنس ايه؟ ريزيستور اسمه ار اس 50 اوم 300 صح؟ لو حد حب يقرا فرازه فيه الحته دي بالذات هيلخبطه. اوكي عشان هو بيعرف بالحاجه بطريقه مختلفه. في الاخر هيطلع لك نفس الايكويشن بس بدل اي في هيطلع لك اي بي باور جيم. بس هو ليه وقتها؟ عشان النويز فيجر بتاعه وتعريفه كان عرفه بطريقه مختلفه. احنا معرفينه فور فيكسد بي ان اس لكل امبليفاير. يعني كل امبليفاير بقى يشوف النويز فيجر بتاعه ريفيرد ل 50 اوم قد ايه. هو هناك مش معرفه كده بس عشان لو حد حب يقرا هيتلخبط شويه في الحته دي هناك. اوكي بس هي دي الايكويشن هتمشي عليها. اوكي في اي سؤال في الكلام ده؟ هي دي الايكويشن هنمشي عليها. يعني انا لو انا في الاخر لما اجي اعرف لك نويز فيجر اصور ايه الفرق من بين الباور والفولت؟ الكرنت ماشي كرنت صح بس احنا دائما بنيجي نقول احنا بنماتش ال 50 اوم فايه الفرق ما بينهم؟ هي ال 50 اوم يعني حاجه فيكسد فهي ما فيش فرق فعلي اصلا. فاهم قصدي؟ فالمهم الكويشن دي برضو بتقول ايه برضو؟ ايه الحاجه الثانيه اللي بتقولها؟ في حاجه مهمه قوي بتقولها ان اول ستيج اهم ستيج من حيث الايه؟ النويز. بس يعني انا ينفع يعني لو جبت اول ستيج النويز بتاعتها 0 دي بي يعني ايه؟ 0 دي بي معناها ايه؟ معناها ايه بواحد؟ يعني ايه يعني النويز فيجر ب 0 دي بي؟ النويز ايه؟ ملهاش نويز اصلا صح؟ ملهاش نويز. ايه ما احنا متفقين لو ده بواحد معناه الترم ده بكام؟ بزيرو صح؟ لو النويز فيجر انا اعتبرتها ان ايه؟ بزيرو دي بي.
حلو، بس الجين بتاعها برضو ب 0 دي بي، هتبقى حلوه ولا وحشه؟ ليه بقى؟ عشان السجل اللي بعديها ده بقى ب 0، فبقى خلاص بقى اما انا لو جبت سلكه، السلكه ممكن اجي اقول ان السلكه دي عباره عن نويز فيجر ب 0 دي بي، ونويز جين بايه او فولتج جين بايه ب 0 دي بي، ما استفدتش بيها باي حاجه صح؟ يبقى انا محتاج نويز قليله وايه؟ وجين عالي. يبقى اول ستيج انا محتاج منها ده يقل وده ايه؟ وده يزيد، ده يقل وده يزيد، ده لازم. ما ينفعش اجي اقول انا قللت النويز بس الجين بتاعي ولا ضايع فما عملتش حاجه. اوكي؟ معايا؟ فعشان كده دايما في اي ريسيفر اول بلوك بنحطه بيبقى اهم بلوك للايه؟ للنويز، وفي نفس الوقت لازم ايه؟ يعمل لي امبليفيكيشن. فعشان كده البلوك ده سميناه لو نويز امبليفاير، هو اهم حاجه فيه النويز. لو نويز امبليفاير. هو امبليفاير عادي بس من لو نويز. فعشان كده حتى التوبولوجيز بتاعته بتبقى توبولوجيز فور نويز بس. عشان ازاي اقلل النويز، اوكي؟ طب اخر ستيج النويز بتاعتها مهمه؟ مش مهمه قوي. اوكي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ ما ننساش ان اول ستيج اهم حاجه فيها ايه؟ جين ونويز، لازم الجين يكون عالي ونويز قليله. لازم الجين يكون عالي ونويز قليله. في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب كان ممكن اديكم اكزامبل عليها بس مش شرط، يعني هي ارقام، يعني لو عايزين يعني تحسوا بالارقام كده، لو افترضنا ان الجين الاولاني مثلا ب 20 دي بي او ب 10 دي بي، يفرق قد ايه في النويز؟ تحب ناخدها ولا ملهاش لازمه؟ طيب تعالوا نقول ان احنا عندنا الاكزامبل ده، تعال ناخده بالارقام سريعا كده. لو افترضنا ان انا عندي الامبليفاير الاولاني ده، ها النويز فيجر بتاعته ب 3 دي بي، اوكي معايا، والجيم بتاعه ب 20 دي بي، اوكي معايا، والتاني ده النويز فيجر بتاعه ب 10 والجيم ب 10، والاخير ده النويز فيجر بتاعته ب 20 والجين ب 40. اوكي؟ وجيت قلت لك احسب لي التوتال نويز فيجر، اول حاجه تعملها ايه؟ ايه؟ حول ده الانبوت لينير بالظبط، ده اول خطوه، محدش يبتدي يمسك الارقام دي ويحطها في الايكويشن ايه؟ دي صح؟ لازم احولها لينير لازم. فنيجي نقول 3 دي بي ده اللي هو ايه؟ نويز فيجر بكام؟ ب 2، وده اللي هو يعني لو قلت ان ده اي في سكوير ده ب 100، لو قلت اي في ب 10، يعني على حسب احنا نسميها ازاي، يعني لو افترضنا ان انا خلاص الاي في سكوير ده هو الترم بتاعي. اوكي؟ وده ب 10 وده ب 10 وده بايه؟ ب 100 وده ب 1000، ده كله سكوير، ها؟ معايا؟ وبعد كده اعوض في الايكويشن دي واطلع رقم، وبعد كده الرقم ده اعمل فيه ايه؟ احوله دي بي ارجعه تاني. صح كده؟ نتوقع الرقم ده هيبقى كام؟ 3 وشوية صح؟ لأن أول حاجة لو جمال أجي أبص أنا ألاقي إن هنا هنا قد إيه الجين؟ عالي صح؟ والنويز فيجر ب3 صح؟ يبقى أكيد التوتال مش هيعلى كتير عن الإيه؟ عن 3. لو إحنا جينا حسبنا هنا هنلاقي هتطلع أراوند 3.2 أو حاجة شبه كده. 3.4 أكشن. يعني هنا النويز فيجر توتال هتلاقي 3.4 دي بي. اوكي؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ ها؟ طيب لو جيت قلت لك افتراضا كده معايا انا الجيم بتاع ده قللته ل 10 دي بي بس، ده اللي عملته في السيستم بس. الناس فكره يحصل لها ايه؟ هتزيد لحد قد ايه بقى؟ تخيل. لو رحت طب انتوا فاهمين اللي انا بقول عليه؟ لو جيت رحت مقلل الجيم بتاع اول ستيج 10 دي بي، يعني خليتها بدل 20 10. نويز فيجر هيبقى يطلع من 3.4 اللي هو كان قريب قوي من الايه؟ نويز فيجر بتاع اول ستيج لحد 6 دي بي. يعني ده هيتحول ل 6 دي بي. انت ممكن تقعد تحسب الكلام ده، اقعد اعمل الاكسرسايز ده بايديك، بس طبعا ما تنساش تحول لينير سكيل واحسبه، هيطلع لك حاجه بالشكل ده.
فده في حد ذاته حاجه تقول لك كده مبدئيا. مبدئيا انا لو انا عندي الشين اللي بعديه دي الامبليفايرز بعديه نويزي، ما دول نويزي صح؟ مع 10 دي بي هنا و20 دي بي، يعني نويز فيجر ايه؟ ارقام صح؟ يبقى انا لازم الامبليفاير ده يكون الجيم بتاعه قد ايه؟ عالي، و10 رقم مش ايه؟ مش عالي، 10 رقم مش عالي، لان انا لو عندي 10 انا الاقي ان انا رغم ان ده 3 دي بي انا الاقي التوتال ايه؟ 6، عشان الجيم بس بتاع ده مش ايه؟ مش عالي، اوكي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ هو 3 دي بي تفرق عن 6 دي بي قد ايه؟ ضعف صح؟ يبقى انا كده النويز بقت الضعف نتيجه بس الجين اقل بتاعت اول ستيج. طيب طيب في اثبات طويل عريض، يعني اثبات صعب شويه واحنا مش هنتكلم عليه الحقيقه، هو ازاي تحسب النويز فيجر والجين بتاع او نويز فيجر يعني عامه بتاع اللوسي سيركت. يعني ايه لوسي سيركت؟ انا عندي بس في سيركت هي بتدين لوسز، انت عارفين يعني لوسز؟ يعني الباور اللي داخل لها مثلا ب 0 دي بي بيطلعوا لي نيجاتيف 3 دي بي، يعني فيها لوسز بقد ايه؟ ب 3 دي بي، بتقلل لي الجين باور جيم بايه؟ او بتقلل لي سيجنال باور بالنص. الدايره دي اي دايره لوسي، اي دايره لوسي النويز فيجر بتاعها، يعني حاجه خدوها حاليا في رول سامب، يعني النويز فيجر بتاعها هي بال. يعني ايه؟ يعني النويز فيجر بتاعها ال ال ده اللوس، اللوس بتاعتها، يعني هي لو هي كانت لوسي ب 3 دي بي يبقى النويز فيجر بتاعها 3 دي بي، بس برضه ما ننساش الجيم بتاعها كمان ايه؟ نيجاتيف ال دي بي. فاهمين اللي انا بقوله؟ يعني هي غير ان هي بت ايه؟ بتقلل السيجنال، هي اصلا بتكونتريبيوت بنويز بقل، يعني هي بتقلل السيجنال بقل وكونتريبيوت النويز بقل. حلو؟ طيب تيجي نجرب نحط، يعني نفترض ان انا عندي دايره زي دي وراها امبليفاير، اوكي؟ امبليفاير ده ليه ان اف وليه جين مثلا، اوكي؟ معايا؟ اوكي؟ وانا عايز اعرف التوتال نويز فيجر هنا بكام؟ التوتال نويز فيجر هنا بكام؟ اوكي؟ ال ان اف توتال هتساوي ايه بقى؟ ها؟ ايه؟ ال بلس ال، قول تاني كده؟ ماشي جميل، بس اني ال بقى؟ ايه؟ لينير صح. اول حاجه اعملها ده هحوله لينير سكيل، هنسميها هنعملها كده بال ايه؟ سمول، اوكي؟ والجين ده هيبقى عباره عن ايه؟ واحد على ال، صح كده؟ معايا؟ اول حاجه بس قبل ما نبتدي، وبعد كده اف توتال هي عباره عن ال ال دي مظبوط؟ بلس ايه بقى؟ ان اف دي ماينس واحد على واحد على ايه؟ على ال، صح كده؟ ال ال دي يعني ايه؟ هنعتبرها هي دي الـ يعني دي الـ دي الـ اكنها الاي في سكوير يعني، ماشي؟ هي باور لوس، اوكي؟ طيب فالشكل ده هيساوي ايه؟ ال بلس ال في ان اف ماينس ايه؟ اللي هيساوي ايه؟ ال في ان اف، ال في ان اف، صح؟ طيب ده ان لينير سكيل، ان دي بي سكيل تساوي ايه بقى؟ خلي بالكوا دي ان اف بتاعت الامب بتاعي، دي الان اف بتاعت الايه؟ الامب اللي هي دي، اوكي؟ يبقى الان اف توتال دي بتساوي ال ان دي بي سكيل بقى بلس ان اف امب ان دي بي سكيل،
ده معناه ايه؟ اتفضل. اي في سكوير. لا لا، ما هو ايه؟ ال ال دي لينير. ما بس اللينير بتاعت باور، يعني كانها خدتها، يعني كني ال ال دي ال ال كابيتال هي 10 دي بي ال دي بس. طيب فده معناه، بقول ايه بقى من معنى الكلام ده؟ باجي اقول ان انا لو عندي اي لوسي، دايره لوسي حطيتها اي قبل اي امبليفاير، بتعمل ايه في التوتال نويز فيجر؟ بتعمل فيه ايه؟ بتزوده بال على طول. ان دي بسكيل بتزوده بايه؟ بال. ما فاهم. طيب فده معناه ايه الكلام ده؟ ان انا لو انا عندي ريسيفر وعندي انتنة وحطيت اي حاجه قبل ما ادخل على الايه؟ اللي اللو نويز امبليفاير، انا حطيته اللي انا قعدت تعبته عشان اجيب له نويز فيجر قليله والجين ايه؟ عالي. هعمل ايه على طول باي دايره اللي احطها هنا دي لو كانت بس بلوسي؟ هتعمل ايه مشكلتها؟ على طول هت ايه؟ هتوحش نويز فيجر بقيمتها دايركت على طول، من يعني ايه؟ قيمه يعني مثلا دي لو 1 دي بي لوسز تبقى النويز فيجر لو كانت ده 3 يبقى كله على بعضه ايه؟ 4، صح؟ لو دي 2 دي بي لوسز هكذا. طيب ايه هي الدوائر اللي بنحب نحطها قبل الامبليفاير؟ بنحب نحط حاجه اسمها فلتر، صح؟ وحاجه ثانيه ماشي، لو ماتشنج سيركت لوسي تعمل لي مشاكل كبيره، صح؟ ايه تاني؟ لا مش بنحط مالتي بلاير، لا ما بنحطش مالتي بلاير. ساعات بنحط مالتي بلاير، ما ده امبليفاير بقى. ايه الدوبلكسر ده؟ بيبقى عباره عن ايه؟ سويتش. ايه ده؟ انا افرض ان انا عندي ترانسيفر في انتنه واحده، يعني زي الموبايل ده لو فتحته هتلاقي فيه كذا انتنه. هو في الاغلب يعني هنفترض ان هو في ليه انتنه واحده، هو في الحقيقه ممكن يبقى ليه كذا انتنه لاغراض اخرى، بس هي في الحقيقه لو لحاجه موديول واحد ليه انتنه واحده. الانتنه دي ببعت عليها وفي نفس الوقت بقى ايه؟ بستقبل منها. فانا محتاج دايما سويتش، يا اما اروح ابعت يا اما سويتش ايه؟ هستقبل. السويتش ده مشكلته ايه بقى؟ ان هو مش نويز لوسي، صح؟ فاللوسي ده معناه ايه على طول؟ ان هو بيديجريد النويز فيجر بقيمته. يعني لو سويتش 1 دي بي انسيشن لوس، يعني بيعدي سيجنال بس ب 1 دي بي اتنويشن، اوكي؟ ده معناه ايه؟ معناه النويز فيجر على طول عليت بال 1 دي بي ده، اوكي؟ فلو حطيت فلتر، احنا بنحط كتير ساعات كتير فلتر ليه؟ عشان بنعمل حاجه اسمها ايه؟ بنفلتر السيجنال اللي عايزين ناخدها، بناخد بس السيجنال بتاعت انا يعني الهواء ده فيه ايه؟ في حاجات كتير جدا، صح؟ احنا عايزين حاجه واحده نستقبلها. فلازم افلتر، فانا ممكن احط الفلتر هنا وممكن احطه ايه؟ هنا وممكن احطه في اي حته في التشين، صح؟ بس لما نيجي نبص قدام هنكتشف ان هو نحط في الاول ايه؟ مهم قوي، نحط حاجه في الاول مهم قوي. مشكلته الكبيره في الايه؟ في النويز فيجر. مشكلته كبيره في النويز فيجر. اوكي؟ عشان كده دايما محدش ابدا هيحط فلتر زي ده. حط هنا فلتر بقى ال سي كومبوننت على الايه؟ على التشيب بتاعتنا الاي سي. لان مشكله التشيب بتاعتنا ايه؟ اي باسيف كومبوننت على الضاي مشكلته ايه؟ ايه؟ كبير، بياخد مساحه كبيره، ماشي صح، رقم معاك حق، بس في مشكله اكبر من دي ان هو لوسي. هو خلي بالك انت وانت جوه بتعمل ميتاليزيشن بتاعت الايه؟ اللي جوه صغيره دي رفيعه جدا، ميتاليزيشن رفيع جدا، يعني الوايرز اللي جوه دي رفيعه قوي، فالريزيستنس بتاعتها ايه؟ عاليه قوي، حتى لو كبر عاليه جدا. حلو؟ فاي حاجه تعملها جوه هتلف اندكتور جوه هيبقى ايه؟ هيبقى لوسي مبدئيا. فبيجي يعمل ايه؟ عايز يعمل فلتر، والفلتر يبقى عايز اندكتورز. بيجي دايما يحط اوف تشيب كومبوننتس للفلترز اللي بتحط قبل الايه؟ قبل ال ان ايه؟ عشان يخلي اللوس بتاعتها قليله جدا. اوكي؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ طبعا ده اسباب، في اسباب اخرى مش في يعني لوسز في ليها مشكله اخرى في الباسيف كومبوننتس هنتكلم فيها قدام، بس دي من الاسباب المهمه يعني.
طيب احنا ايه هي السيجنال تو نويز ريشيو تاني؟ بس يعني تاني ايه السيجنال تو نويز ريشيو؟ هي المتريك اللي بيعرف لي الكواليتي بتاعت الايه؟ بتاع السيجنال، صح؟ اوكي. طيب انا في الاخر اي كوميونيكيشن سيستم ايه هدفه؟ اي كوميونيكيشن سيستم، سيبك من السنار، هدفه ان انا كوميونيكيت، صح؟ اكوميونيكيت من غير ايه؟ اي مشاكل، صح؟ بنعرف اصلا في الحقيقه هو المتريك الفعل اللي بنعرف بيه ده من الكوميونيكيشن سيستم حلو ولا وحش من هاي ليفل بوينت اوف فيو، هو حاجه اسمها بيت ايرور ريت. البيت ايرور ريت هو في الاخر اللي بيعرف لي السيستم ده حلو ولا وحش. انا في الاخر بعت سيجنال واستقبلتها، طلع لي فيها كام ايرور؟ قد ايه الريت بتاع الايرور؟ قد ايه؟ لو كان عالي يبقى السيستم ده ايه؟ الشانل دي وحشه كلها على بعضها، صح كده؟ الترانسيفر والشان كله مش كويس. فانا في الاخر بيبقى عندي بيت ايرور ريت معين عايز اوصل له، هو ده في الاخر اللي انا عايز اوصل له. انا عشان اوصل له محتاج ايه؟ الاول البيت ايرور ريت ده طالما هي بيت ايرور ريت يبقى هي ديجيتال ايه؟ كوميونيكيشن، صح؟ فطالما ديجيتال كوميونيكيشن يبقى اكيد لازم يكون فيه موديليشن فورمات، صح كده؟ لازم يكون عندي موديليشن فورمات ان ار زي او بي بي اس كي او كيو بي اس كي او كام، ايا كان اللي انت بتستخدمه، لو حاجات بسيطه او حاجات اعلى، اوكي؟ فالبيت ريت ده باستخدام الموديشن فورمات بيطلع لي حاجه اسمها ايه؟ الليسن ار. يعني ايه؟ يعني انا باجي اقول لو انا الموديشن فورمات بتاعي كيو بي اس كي، اوكي؟ حلو؟ عشان اجيب البيت ريت بالرقم الفلاني اللي هو 10 ناقص مثلا 6، يعني ايه؟ يعني عندي لكل مليون بيت بستقبلها في واحده ايه؟ ماكسيمم تبقى غلط. اوكي؟ لو انا عايز اوصل للرقم ده يبقى يحتم عليا بالنسبه للموديشن فورمات ان انا لازم يكون عندي مينيموم اس ان ار. مينيموم اس ان ار مش يعني ليه مينيموم اس ان ار؟ لو اس ان ار احسن احسن، البيت ريت هيبقى احسن، ده حاجه احسن. بس انا باجي اقول فور مينيموم بيت ار ريت انا عندي ايه؟ مينيموم ايه؟ اس ان ار، او سوري فور ماكسيمم بيت ار ريت بقى، احنا عايزين ايه؟ ما نعلهوش، صح كده؟ يعني فور ماكسيمم بيت ار ريت انا عندي ايه؟ مينيموم ايه؟ اس ان ار. حلو؟ طيب يبقى انا في الاخر احنا بقى كناس بديزاين الترانسيفر ده او ريسيفر، احنا في الاخر السبيك اللي علينا في الاغلب بتبقى هي الايه؟ الاس ان ار المينيمم دي. انا مش عايز اعلى عنها، عايزها فين؟ في الاوتبوت هنا خالص، في اخر حاجه، اخر حته، اخر حته دي هي ايه اصلا؟ بعد الاي دي سي. يعني تخيل كده بعد ما ريسيف وداون كونفرت وعمل كل حاجه وفلتر وادخل على الاي دي سي وايه وبالكوانتايزيشن نويز بتاعته، انا عايز الاس ان ار هنا تبقى اعلى من المينيموم، اعلى من المينيموم. طيب ايه علاقه بقى الاس ان ار دي لو احنا عايزين نشوف ايه علاقتها بالنويز فيجر؟ ليه علاقه، صح؟ انا في الاخر عشان اجيب الاس ان ار دي انا محتاج نويز فيجر ايه؟ معين. بس هنا كان في حاجه كده نقصت في هي الباور سيفد كام اصلا؟ طيب نتكلم عنها دلوقتي. احنا عندنا انتنا، عندنا سام سورت اوف ايه؟ ريسيفر، هعمله امبليفاير بس. وعايز هنا قبل الاي دي سي بتاعي عايز اس ان ار مينيمم معينه، اوكي؟ وده ليه نويز فيجر بقيمه معينه، اوكي؟ يبقى انا لازم استقبل بي ريسيفد، لازم البي ريسيفد دي تكون ليها مينيمم فاليو، علشان البي ريسيف دي السيجنال بقى الفعليه، انا مش بتكلم على نويز، دي السيجنال اللي انا هستقبلها. اقل في سيجنال معينه اقل حاجه ممكنه عشان اقدر احافظ على الايه؟ على السنار هنا. ليه احنا بنقول كده؟ احنا عارفين النويز فيجر دي هي عباره عن ايه؟ اكنها وجه اخر للنويز بتاعت الايه؟ اعمل فرع، عشان هي ريفيرد تو فيكسد نويز 50 اوم نويز، صح؟ فانا خلاص يبقى طالما انا عندي قيمه معلومه السنار يبقى انا النويز فيجر انا عندي معلومه الايه؟ النويز، صح؟ ما هي هي. فبالتالي عشان احافظ على اجيب اس ان ار معينه يبقى انا لازم يكون عندي ايه؟ مينيمم باور معينه اقدر استقبلها. دي بنسميها البي ار اكس مينيمم، دي بنسميها السنسيفتي بتاعت الريسيفر. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ يعني دي السنسيفتي بتاعت الريسيفر. يعني ايه السنسيفتي بتاعت الريسيفر؟ يعني باجي اقول الريسيفر بتاعي اقل باور ينفع يستقبلها هو نكتب 70 دي بي ام، افترض معايا ايه الرقم ده؟ معناه ايه؟ ينفع اقول كده بس الواحد يعني انهي الجمله على كده؟ لا، انا لازم اقول نكتب 70 دي بي ام عشان استقبل السيجنال اللي هي بالموديليشن فورمات كذا
ببيت الريتم يعلاش عن كذا. فاهمين قصدي؟ لازم اكمل الجمله. فباجي اقول السنسيفتي في الاخر، بنعرف السنسيفتي للريسيفر، بس السنسيفتي دي في الاخر مين اللي بعرفها بايه؟ بمعلومه الاس ان ار مينيموم اللي هي اصلا بتيجي من الموديشن فورمات والماكسيمم بيت ريت اللي انا اقدر استحمله، وطبيعي النويز فيجر بتاعي. اوكي؟ طيب احنا عارفين النويز فيجر اصلا هاي ليفل بقى، هي عباره عن ايه؟ اس ان ار انبوت على اس ان ار ايه؟ اس ان ار اوتبوت، صح؟ ماشي. الاس ان ار انبوت ده اللي هو ايه؟ اللي هو عبارة عن اس ان ار انبوت اللي هو ده، خلاص ده اللي بستقبله، صح؟ ها؟ فالسيجنال بتاعتي اللي هي بي ار اكس مينيموم، صح؟ بتاعتي على مين بقى؟ على البي بتاعت النويز اللي جاية لي، الريفرنس اللي جاية لي من بره، بي نويز. لا هي فعليا مش نويز، ثانية انا هقول لك حاليا، هقول لك ثانية. على الاس ان ار اوتبوت، مين الاس ان ار اوتبوت دي؟ الاس ان ار اللي انا محتاجها، اللي انا ايه؟ محتاجها. دي الاس ان ار اللي محتاجها. فدي هنقول دي الاس ان ار مينيموم. طيب. مين البي نويز دي؟ انت قلت ايه؟ بتاع التشانل، بس احنا هل احنا عرفنا نويز فيجر فور تشانل نويز ولا فور ايه؟ عرفنا نويز فيجر ماشي على الامبليفاير، عرفناه لمين؟ بالنسبه لمين؟ ل 50 اوم، بي ان 50 اوم، ما فيهاش كلام. يعني دي البي ان نويز دي هي البي نويز بتاعت الايه؟ هنسميها بي ان بس، والبي ان دي هي عباره عن 4 كي تي ار اس اللي 50 اوم، وده اللي هو 300 ايه؟ كلفن. بس ده 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 بنسميه ده باور سبيكترال ايه؟ ده لو عايزين التوتال لازم نعمل ايه؟ نضربها في الباندوس، ننتجريت الكلام ده، صح؟ ما هو الكلام ده مضروب في الباندوس، معلش. اوكي؟ في مشكلة في الكلام ده؟ فباجي أقول إيه؟ أنا النويز فيجر، يعني تعالوا نكمل بس الـ 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 الإيكويشن دي بعد كده نحاول نفهمها. فهنيجي نقول في الآخر الـ اس ان ار، ونعملها إزاي؟ لا بلاش اس ان ار. البي ار اس مينيمم هي بتساوي النويز فيجر في البي ان في الاس ان ار مينيمم. النويز الايكويشن دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا لو انا عايز احصل في الاوتبوت على مينيمم اس ان ار معينه ما اقلش عنها، لازم الانبوت السيجنال اللي انا استقبلها تبقى عباره عن نويز فيجر في البي ان. البي ان ده فيكسد. اكن انا هنا عملت ايه؟ هنا 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 الايكويشن دي بسيطه جدا. باجي اقول ان البي السيجنال هي عباره عن النويز تو سيجنال ريشيو في النويز، النويز تو سيجنال ريشيو في الايه؟ في النويز، صح ولا ايه؟ مش النويز سيجنال تو نويز ريشيو بيساوي ايه؟ سيجنال عن نويز، صح؟ يبقى السيجنال بيساوي ايه؟ سيجنال تو نويز ريشيو في النويز. جميل معايا كده؟ فدي سيجنال تو نويز ريشيو ودي النويز. النويز هي ايه اصلا؟ لو انا عندي معلومه الاس ان ار، معلومه النويز فيجر، هي عباره عن نويز فيجر في الايه؟ في ال 50 اوم نويز اللي انا عرفت لها اصلا نويز فيجر معايا. فهي دي الايكويشن دي اللي بتقوله دي بي ان دي بتاعت الايه؟ بتاعت ال 50 اوم، صح؟ ودي الاس ان ار اللي انا محتاجها. يبقى انا اقدر اجي اقول ايه هي المينيموم ريسيفد ايه؟ سيجنال. يعني ده معناه ان المينيموم ريسيفد سيجنال او الفريكشن بالنسبه لي لينير تقريبا مع النويز فيجر اللي انا هعمله بالظبط. وفي نفس الوقت لو انا لو افترضنا ان انا النويز فيجر بيحصل ايه؟ بيحصل دايما في الاغلب ان انا بكتشف من الميديا، يعني بيبقى ابلكيشن فور كوميونيكيشن سيستم، ابلكيشن معين. الابلكيشن ده انا افترض ان هو ان انا عايز كوميونيكيت اوفر فيري لونج ديستانس، فالباور اللي هستقبلها هي بتبقى نيجاتيف 100 اصلا. فانا ببقى عارف ده نيجاتيف 100، حلو؟ وعارف وعندي ريسيفر، الريسيفر ده 5 دي بي نويز فيجر اصل، حلو؟ يبقى انا اقدر اعرف من هنا ايه؟ ايه الماكسيمم موديشن فورمات اللي اقدر استعمله؟ خلي بالك ما تنساش ان انا لو انا عندي بي بي اس كي، بي بي اس كي اللي هو عباره عن ايه؟
تو سيمبلز بس صح؟ بتحرك ما بينهم 0 100 وايه؟ 0 180 صح؟ السيجنال تو نويز ريشيو اللي انا محتاجها هنا اعلى ولا اقل من كيو بي اس كي؟ اقل اكيد صح؟ اللي يجيب لي نفس الايه؟ البيت ريت صح كده؟ فلاقي ان انا لو افترضنا ان انا محكوم عليا الرقم ده والرقم ده يبقى انا ما اقدرش العب الايموليشن فورمات عن حد معين. لو افترضنا ان حد قال لي لا بص اعمل اللي انت عايزه شغلها لي عند ايه؟ 16 كوام. انا عايز 16 كوام حلو؟ وهات لي البي ولازم تستقبل لي نيجاتيف 100 دي بي ام. يبقى لازم تعمل اي حاجه عشان تعرف تجيب النويز فيجر الايه؟ المطلوبه. فاهم قصدي؟ طبعا الكوانتيتي دي المفروض ان هي ايه؟ فيكسد صح؟ فعشان كده الايكويشن دي ساعات بنسهلها على نفسنا قوي. ماشي هي مضروبه كده لينيري صح؟ بالظبط بس انا ممكن احولها لدي بي سكيل واجمعهم صح؟ فبنيجي نقول من دي ان انا عندي ان اف مضروبه 4 كي تي ار اس في الباندويتس بتاعي صح؟ في الاس ان ار مينيم ده كله البي اس او السنسيفتي يعني بتاعت الريسيفر اوكي؟ فممكن نحول الكلام ده للدي بي فهنقول ان هو دي بي ان اف ان دي بي بلس القيمه دي قيمه عارفينها ولا مش عارفينها؟ عارفينها ما فيهاش كلام صح؟ فده اصلا قيمته بنيجتيف 174 دي بي ام بير هرتز حلو؟ بلس 10 لوج الباندوتس معايا؟ الباندوتس ده بالايه؟ بالهرتز عشان كاتب هنا بالهرتز ماشي؟ محدش هيكتب لي باندوتس هنا مثلا ب 100 جيجا مثلا بالميجا يعني 10 ميجا اوكي؟ بلس الاس ان ار بتاعتي ان دي بي سكيل ده البي سنسيفتي بتاعتي ان دي بي برضه دي بي ام دي بي ام عشان هنا ايه؟ دي بي ام اوكي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ اتفضل. لا انا مش فارض حاجه. انا كده كل اللي انا الحاصل ان انا النويز فيجر بتاعتي اصلا عرفتها بنسبه 50 اوم. فلما جيت اجي اشوف النويز بقى كانت بكام؟ لازم اريفيرها تاني ارجعها من 50 اوم ماليش علاقه بالانتنه. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني النويز فيجر دي اصلا متعرفها بالنسبه لمين؟ 50 اوم. طب انا عايز اعرف النويز بتاعت الريسيفر قد ايه؟ فلازم اروح ضارب النويز فيجر في الايه؟ في ال 50 اوم نويز. وانا انا باجي اقول النويز فيجر دي هي قد ايه النويز بتاعتي اعلى بالنسبه ل 50 اوم. بس. عرفتها بالنسبه ل 50 اوم. فعشان كده ضربت 50 اوم بس مالهاش علاقه بالانتنه الفعليه. مالهاش علاقه بالانتنه الفعليه هنا. ما احنا ممكن هنا ما احنا خلي بالك النويز فيجر اللي احنا عملناه ايه؟ ممكن نقدر نعرف نويز فيجر توتال صح؟ بس بتاع الريسيفر صح؟ طب لو الشانل ممكن برضو اريفير النويز بتاع الشانل كله تو سيرتن بوينت وادخلها في النويز فيجر توتال. بس كده يبقى هيفيد بقى على حسب بقى المهم ان احنا نريفيرها لنفس النقطه ان نريفير كل حاجه لنفس النقطه. ايه؟ صح كلام جميل جدا الباندوز ده هو احنا بنضربه كده في البي اس دي على طول سيرمال ايه حتى لو سيرمال نويز بنضربه كده على طول لازم نعمل ايه نضرب ايه في ايه الباندوز مين ده مين انهي باندوز النويز باندوز صح تسمع عن حاجه اسمها نويز باندوز الار سي النويز باندوز بتاعتها كام لو الار سي الباندوز بتاعها السيجنال باندوز بتاعتها بي النويز باندز بتاعتها ايه؟ باي على 2 بي صح؟ معايا؟ ايه هو النويز باندز ده؟ ان انا بعتبر النويز بتاعتي الباند السيجنال الفلتر بتاعي عباره عن بريك وول فلتر صح؟ عشان اعرف اضرب البي اس دي في الايه؟ في البي على طول بس بضربها في البي ان مش بضربها في البي ماشي؟ فاحنا هنا كابروكسيميشن بنعتبر ده السيجنال باندز او بنعتبر ان انت هيبقى عندك فلتر في السيستم فلتر ده نوعه ايه؟ باند بس بريك وول فلتر
ان انت تعرف تضرب البيس دي على طول في الايه؟ في البندس. هو يبقى الانتجريشن بتاعك يبقى عباره عن الاريا تحت الايه؟ الريكتانجلر ده. بريك وول مش لازم يكون، ما هو يكون يكون باند باس، بس مش لازم يكون له باس يعني. لا يعني هو في الاخر عامل كده. فانت بتضرب البيس دي في البي، يعني ده لو ده البي بتضرب الرقم ده الان نود في البي وخلاص تجيب النويز. انا الحته اللي تتجمع هي هي تتجمع بس الرقم نفسه بالنيجاتيف. انت احسب كده 4 كي تي ار اس، حط التي ب 300 وحط الكي كونستنت وحط الار ب 500 50 سوري واحسبها. الرقم نفسه بقى نكتب 174، فاحنا بنجمعه فيطلع ايه؟ اعتبر ان هنا في بص يعني في هنا بلس يعني، بس الرقم نفسه بنيجاتيف. اوكي في اي سؤال؟ طيب يا باشمهندس ان احنا ندخل خلاص، احنا خلصنا النويز حاليا، عرفنا خلاص النويز ازاي بنحسبها لاي امبليفاير او اي دايره، نحسب النويز فيجر وازاي نحسب كاسكيدد نويز فيجر. اوكي المفروض اهم معلومه نعرفها ان اول كنويز اقل بلوك اهم ايه؟ اهم بلوك. اوكي طيب طيب في حاجه ثانيه مهمه قوي بقى في برضه في السيستم بتاعتي، اللينيارتي. يعني احنا اتفقنا النويز من الحاجات اللي بتأفكت الريسيفر او يعني بتأفكت البرفورمانس بتاع الريسيفر او الترانسميتر، يعني في بقى اللينياريتي بقى. طيب اول حاجه هو بالنسبه للسيستمز اللي احنا بنتعامل معاها معظمها بتبقى ايه نوعها ايه اسمها ايه؟ لينير تايم ايه؟ انفارينت ال تي اي سيستم صح؟ طيب هل فعليا في ال تي اي سيستمز في الحقيقه؟ من الرايز اي سيستم عندنا ال تي اي سيستم صح؟ طب حد عارف احنا ليه بنعمل كده؟ اسهل واسرع. طيب هل يعني ماشي صح انت كلامك ده صح جدا يا شباب، بس اسهل بقى من حيث بنعمل ايه؟ بنعرف نعمل ايه لما بنعرف بنقول عن ال تي اي سيستم؟ بنعرف نعمل سوبر بوزيشن صح؟ صح؟ والسوبر بوزيشن دي خلتني اعرف اعمل ايه؟ اس دومين وكده صح؟ طيب هي الفكره كلها السوبر بوزيشن دي حاجه اساسيه فيه، ودي وفي حاجه تانية مهمه قوي بلس السوبر بوزيشن، ان اي ال تي اي سيستم بنعرف له حاجه اسمها لا يعني بنعرف له حاجه اسمها
ما اعرفش انت عارفه الاسم الترم ده ولا ايجين فانكشن؟ تسمع عن الكلمه دي؟ ايه الايجين فانكشن دي؟ بنقول لو عندنا اي ال تي اي سيستم بيبقى فيه فانكشن معينه، انبوت معين وفورم معينه، لو دخلتها هتطلع ايه؟ هي بالظبط في الاوتبوت، بس في فرق واحد سكيلينج ماجنتيود اور فيز. اوكي ماجنتيود اور فيز، فبنسمي دي ايجين ايه؟ فانكشن. حلو؟ اي ال تي اي سيستم بقدر اعرف له حاجه زي كده. عشان كده انتوا مثلا في الماس مثلا درستوا ان الماتريسيز اي ماتريكس دي بنعتبرها ايه برضه سيستم لانبوت واوتبوت، صح؟ نعتبر ان هي ايه؟ لو انت ضربت لها اي فيكتور انبوت فيكتور بتطلع فيكتور في الاوتبوت، صح؟ بنعتبر الفيكتور اللي في الانبوت ده انبوت والفيكتور في الاوتبوت ده ايه؟ ده الاوتبوت بتاعي يعني. بنقول اي ماتريكس بالذات لو سكوير بنعرف لها ايه؟ حاجه اسمها ايجن ايه؟ فانكشنز واكن فاليوز، صح كده؟ طيب فبالتالي ميزه ال ال تي اي سيستمز ان هي بنقدر نعرف لها حاجه زي كده، وبمعلومه السوبر بوزيشن الاول ايجن فانكشنز دي اعتبرها زي الاكس والواي والزد اللي هي الحاجه الفاندمنتال بتاعتي، اللي هي في الاخر لو جبت قد ايه ريشيو من الاكس وقد ايه ريشيو من الواي وقد ايه ريشيو من الزد هقدر اجيب البوزيشن الفعلي، صح؟ بسوبر بعمل سوبر بوزيشن ما بين ريشيو من هنا وريشيو من هنا وريشيو من هنا واجيب فعليه، صح؟ فهو عشان انا اقدر اعمل سوبر بوزيشن واقدر اعرف له الفانكشنز دي، فاجي اقول ايه؟ انا ممكن اي انبوت احلله اعمل له تحليل للايجن فانكشنز، وكل واحده انا عارف ان هي هتعدي في من خلاله بفاليو بماجنتيود عامله ازاي، واجمعهم في الاخر. فانا استخدمت السوبر بوزيشن ومعلومه الايجن فانكشنز انا عرفت ايه؟ اقدر اي انبوت ايه؟ احلله معنى صح. فده خلاني اقدر اعمل سيستم اناليسيز للايجن فانكشنز بس. وفي الحقيقه اي حاجه هقدر احللها ليهم. طب ايه هي هم الايجن فانكشنز بتاعتي؟ ساينسويدلز، صح؟ الاي او سي جي. حلو؟ دي لاي ال تي اي سيستم عندنا. هاجي اعمل ايه بقى في الاخر؟ هاجي اي سيستم عندي هروح ايه؟ عامل له دراسه فور ساينسويدلز. هيعمل ايه؟ لو الساينسويدل دي الفريكونسي بتاعها بكام؟ بكذا، هيطلع اوتبوت عامل ازاي؟ كذا وهكذا. وفي الاخر اي حاجه في الانبوت احللها لمجموعه من الفريكونسيز دي واطلعها في الاوتبوت، بس انا متاكد وعارف ان الايه؟ ان لو دخل لي اوميجا 1 هيطلع لي ايه؟ اوميجا 1 بس ماجنتيود وفيز ايه؟ مختلفين، صح كده؟ فده اللي خلاني اعرف اوصف السيستم اصلا، فده ده 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 ده, ده معناه السهوله بقى، ده معناه كلمه السهوله، اوكي؟ فايصل في الكلام ده؟ طيب لو عنديش بقى اللينير سيستم نعمله ماشي اوكي، بس لو ما عنديش هل لو دخلت له اوميجا 1 يطلع لي اوميجا 1؟ للاسف مالوش، صح؟ فبنيجي نقول فعليا هو لو دخلت له اوميجا 1 بيطلع لي اوميجا 1 وحاجه اسمها اوميجا ايه؟ اوميجا 2 او يعني الاثنين اوميجا 1 يعني و3 اوميجا 1 بنسميها هارمونكس بتاعت السيجنال، يعني لو دخل لي الفاندمنتال بتاعتي بحاجه بيطلع لي الهارمونكس بتاعتها، اوكي؟ اوكي؟ طيب يبقى اول حاجه اعرفها ان في ال تي اي الاول، عشان كده احنا عرفنا حاجه اسمها اتش اف اس الترانسفير فانكشن. الاتش اف اس ما هي الا ايه؟ ان انا بوصف لكل فريكوانسي دخل هيطلع لي الاوتبوت ايه؟ يتضرب في قد ايه؟ كماجنتيود وكفيز. جميل؟ طيب لو انا عندي بقى اي سيستم بقى ايا كان ده ال تي اي سيستم، نخليه بس في الايه؟ ان باك جراوند نبقى عارفينه بس يعني كحاجه بيزك نبقى عارفينها، انتوا اصلا عارفينها يعني. لو انا عندي اي سيستم زي ده، حلو؟ الواي اوف تي دي بنقول ان هي عباره عن فانكشن في الاكس في تي، اوكي؟ الفانكشن دي ممكن تبقى اي حاجه، صح؟ لو لينير تبقى شكلها عامل ازاي؟ الفا اكس اوف ايه؟ دي ده لو لينير، ده لو ايه؟ لينير. طب لو نون لينير؟ ممكن الاف دي تبقى ايه؟ تبقى اي حاجه، صح؟ تبقى ساين اكس اوف تي، تبقى ايه؟ تانش، اي حاجه، صح ولا غلط؟ طيب احنا برضو هنرجع نفس المشكله، هنيجي لاي نون لينير سيستم لازم اعرف الفانكشن عباره عن ايه؟ ما هو ممكن الفانكشن دي تكون اي حاجه، ممكن حتى تبقى فانكشن ما اقدرش اوصفها كتابيا، ما اقدرش اوصفها كتابيا كده. فتيجي بقى حاجه تانية انتوا خدتوها كده في الماس،
ايه؟ تيلر اكسبانشن، صح. ايه ده بقى تيلر اكسبانشن؟ ان انا اي فانكشن ايا كان ايه هي اقدر اعرفها بمجموعه من الايه؟ من البولينوميال، صح؟ مجموعين على بعض. اي حاجه اقدر اعرفها ان هي عباره عن الفا مثلا 0 بلس الفا 1 في اكس سكوير، سوري اكس بلس الفا 2 في اكس سكوير بلس الفا 3 اكس كيوب وهكذا. اي حاجه اقدر اعرفها بكده. فده برضو خلاني ان انا اعرف اعمل اناليسيز للايه؟ للنونلينيرتي بسهوله شويه. ان انا ما عنديش فانكشنز كتير بتعامل معاها. هي دي بس. اوكي؟ طيب فباجي اقول ان انا لو عندي اي حاجه نون لينير، ان انا لو عندي اف اوف اكس يعني اكس دخل لي ممكن يطلع لي دي سي كومبوننت انا ما اعرفش ايه هو، يطلع لي الحاجه مضروبه كفي لينير او كيوبد او قصدي سكويرد او كيوبد او هكذا. اوكي؟ طيب لو افترضنا الاكس اوف تي دي بيساوي كوزين اوميجا تي هيطلع لي ايه؟ في حاجه زي كده. وافترضنا افترض معايا ان محلين الفا نود دي مش موجوده معانا يعني عشان بس من ايه؟ ما نوجعش دماغنا بيها. اوكي؟ في حاله الاكس اف تي بيساوي كوزين اوميجا تي يبقى انا عندي الواي اف تي هتساوي ايه؟ ممكن احط لها ايه برضو معلش؟ احط لها ايه؟ اوكي؟ يبقى الفا 1 ايه كوزين اوميجا تي صح؟ بلس الفا 2 سكوير كوزين اوميجا تي صح؟ بلس الفا 3 ايه مظبوط صح كده؟ معايا؟ طيب ده بيقول ايه؟ ده في الاخر لما اجي افكه هيطلع شكله عامل ازاي؟ ايه؟ دي سي وهارمونكس دي سي؟ اوكي ما نشوف بقى دي سي ده هيجي منين يعني. فيبقى عندك الفا 1 الفا 1 في ايه كوزين اوميجا تي بلس الترم ده لما تيجي تفكه هيبقى ايه؟ نص صح؟ الفا 2 اي سكوير بلس نص الفا 2 اي سكوير كوزين ايه؟ 2 اوميجا تي مظبوط؟ معايا؟ ولا ايه؟ طيب اللي بعديها اخر الترم ده هيبقى عباره عن هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ بص انا هكتبها لكم كلها على بعضها. يعني بصوا الترم الاخير ده جاي بس نتيجة ده جاي نتيجة ده. اوكي؟ طيب الاول الشكل ده بيقول ايه؟ الشكل ده بيقول ايه؟ ان لو دخلت عندي في اي نون لينير سيستم بقى خلاص دخلت عندي اوميجا كوزين اوميجا هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الدي سي يطلع لي الاوميجا اوميجا 2 او 2 اوميجا يعني 3 اوميجا وهكذا صح؟ ونقول عليهم دول ايه؟ الهارمونكس بتاعت السيجنال. في مشكلة؟ طب في حاجة تانية واضحة قوي من الايه؟ من الايكويشنز دي. بتقول ان لو الايه الايه صغيرة قوي، لو الايه رقم صغير اصغر كتير من الواحد. كل ما بالظبط. انا كل ما الاوميجا شايفين 3 اوميجا مضروبة في ايه؟ ايه باور 3 صح؟ وال 2 اوميجا مضروبة ايه؟ ايه باور 2 سكوير صح؟ فده معناها ان انا كل ما الماجنتيود يقل كل ما الهارمونكس دي بتحصل لها ايه؟ بتقل جامد بتقل بشكل عنيف. يعني الاوميجا 3 او اللي هو الهارمونيك الثالث بيتناسب مع الايه كيوب صح؟ وبرده ده على العكس ان انت لما تكبر تلاقي الهارمونيك دي ايه عليت بسرعه جدا عليت بسرعه جدا صح كده؟ طيب من الشكل ده نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان الكوزين اوميجا اللي هتطلع لي اوميجا تي مضروبه في ايه هنا؟ مضروبه في الترم ده مظبوط؟
الفا 1 اي بلس مضروبه في الترم ده صح؟ يعني انا دلوقتي دخلت كوزين اوميجا اي كوزين اوميجا تي طلع لي اوميجا بس 2 اوميجا 3 اوميجا صح؟ وهكذا. طب انا عايز اعرف المضروب بقى يعني الكوزين اوميجا دي نفسها ايه الترم اللي جنبها؟ اللي طلع هل هو الفا 1 اي بس؟ لا ده في ترم تاني اهو صح؟ اللي هو ده عباره عن ايه؟ بلس 3 على 4 ايه اس 3 على او بس خلاص كده فالفا 3 مظبوط؟ ها؟ طيب كوزين 2 اوميجا مضروبه في ايه هنا؟ في ترم ده بس صح؟ ها؟ نص الفا 2 اي سكوير. طب كوزين 3 اوميجا مضروبه يعني انا في الاخر دخلت اي كوزين اوميجا بس اي كوزين اوميجا تي بس طلع لي في الاخر ثلاث هارمونكس دول طبعا ومعاهم دي تي بس انا ما كتبتوش والترمات دي بالشكل ده معايا. فاجي اقول هنا الجين بتاعي ايه هو الجين لو انا بقى انا بقى حاليا يعني عندي امبليفاير دخلت له تون طلعت لي هنا ايه تون 2 3 وهكذا صح معايا ولا ايه؟ انا كل اللي انا عملته ده التون دي اللي هي عند اوميجا دي شفت الـ دي بقت كام يعني الجين هنا كام صح؟ طب افترض معايا كده ان انا عندي فلتر هنا كويس جدا فلتر رهيب بفلتر كل الايه كل الهارمونكس انا مش عايزها صح؟ فانا دلوقتي بقى كاني داخل لي ده وطلع لي ايه طلع لي ده بس معايا. طيب الجين بكام بقى؟ هل هو الفا 1؟ هيبقى جنبه ده صح؟ ما هو ده الجين خلاص بقى ده الجين بتاع الفاندمنتال ده الجين بتاع الايه؟ بتاع الفاندمنتال. فباجي اقول ان الجين بتاعي الجي هو عباره عن الفا 1 صح؟ بلس 3 على 4 سكوير الفا 3. طب ما ننساش بس ما ننساش ان انا اللي انا عملته هنا الشكل ده انا قلت هو عباره عن الفا 1 بلس 3 على 4 الفا 3 اي سكوير كل ده مضروب في ايه كوزين اوميجا تي. ايه كوزين اوميجا تي كانت الايه؟ كانت الانبوت. انا عايز اعرف اتضربت في قد ايه؟ فهو ده الجين صح؟ طيب الجين ده مشكلته ايه بقى حاليا؟ معتمد على عصرت ماشي معتمد على الفا 3 يعني؟ لا هو في حاجه قبليها معتمد عليها اهم معتمد على الانبوت. دلوقتي بقول ان الجين لو الانبوت كبر الجين هيحصل له ايه؟ يكبر صح؟ ولا الانبوت قل؟ ماشي ما اصبر يعني الايكويشن دي بتقول ايه؟ ان الانبوت لو كبر الجين هيكبر صح؟ او بنقول مش هيكبر هو هيبقى ايه؟ ديبند يعني هيبقى ليه افكت الامبليتيود هيبقى ليه افكت قوي. لو الالفا 3 دي كانت بوزيتيف الجين هيكبر لو الالفا 3 دي نيجاتيف الجين هيقل صح؟ طب ايه هل حد عنده مثال ان هو عندي نون لينير سيستم الجين فيها الالفا 3 دي فيها بوزيتيف؟ دايود صح. الدايود ده عباره عن ايه؟ لو انا عندي دايود اعتبرت ان انا الانبوت بتاعي هو عباره عن الفولت والاوتبوت كارنت. الاول اي سيستم انا ممكن اعتبر الانبوت حاجه والاوتبوت اي حاجه براحتي على حسب انا استخدمت السيستم ده ازاي. عندي دايود بحط عليه فولت وببص عليه كارنت هيمشي ازاي. فالانبوت بتاع الفولت اللي عليه والاوتبوت بتاعي هو الكارنت اللي انا هستخدمه باي كان باي شكل كان. لو دي العلاقه هل تتوقعوا الالفا 3 هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طالما الاسلوب بيزيد يبقى الايه؟ هي حتى هنا باينه هنا ان انت كل ما الايه يعلى كل ما الايه يعلى الاسلوب ايه؟ الاسلوب بيزيد صح؟ طيب لو انا عندي اي امبليفاير تاني بيعمل كده تبقى الالفا ايه؟ الالفا نيجاتيف صح؟ صح؟ طيب احنا في الحقيقه بقى بنيجي نقول الالفا بوزيتيف او نيجاتيف ما بنقولش كده لا بنيجي نقول الفا بالنسبه للالفا 1 الفا 3 بالنسبه لايه؟ للالفا 1.
لان الالفا 3 دي لو نيجاتيف والالفا 1 دي نيجاتيف اكن الرقم ده بيعلى صح معايا، بس هو كله على بعضه نيجاتيف بالظبط فرق فيز. فبيجي يقول لو الالفا 3 اشارتها عكس الالفا 1 بيحصل لي حاجه اسمها كومبريشن لما الامبليتود بايه بيزيد، يبقى كل ما الامبليتود يزيد يحصل لي كومبريشن، وده منطقي. انا هنا هو عندي ترانسفير فانكشن كده، ده الفي ان وده الفي اوت. كل ما الامبليتود بتاع الفي ان يزيد يحصل لي ايه في الاوت؟ يحصل له كومبريشن صح؟ بيحصل كومبريشن. لو انا عندي الانبوت بالشكل ده غير الانبوت بالشكل ده، يعني هيحصل في الاخر ان انت السلوب ده اللي بيجيب منه الجين بيقعد ايه؟ بيقعد يقل معايا؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب فمن هنا بنعرف حاجه اسمها البي 1 دي بي. ايه البي 1 دي بي ده؟ انا باجي اقول انا عندي نون لينير سيستم حلو؟ والانبوت دخلته بصغير جدا مثلا بنكتب 60 دي بي دي بي ام الانبوت، نكتب 60 دي بي ام، دي بي ام ده رقم صغير. عارفين دي بي ام؟ 0 دي بي ام ده قد ايه؟ سالي 30 دي بي وات صح؟ اللي هو قد ايه بقى باللينير سكيل؟ 1 مللي وات. 0 دي بي ام 1 مللي وات، نكتب 60 دي بي ام. ده حاجه صغيره قوي، يعني واحد على مليون صح؟ من الملي وات معايا ولا ايه؟ اوكي، رقم صغير جدا. الرقم ده دخلته على امبليفاير اداني جين، اداني جين ب 10 دي بي. طب نكتب 6 دي خليتها 0 دي بي ام، الجين هيحصل له ايه؟ هيقل صح؟ بنيجي نشوف بقى، طب احنا هنقعد نكبر في الانبوت، الجين هيقعد ايه؟ الجين هيقعد يقل، بيكمبريس صح؟ الجين بيقعد يقل، والسيجنال صغير قوي الجين ايه؟ عالي. بنيجي نشوف طب ايه اعلى سيجنال اقدر ادخلها بحيث الجين ما يقلش اكتر من 1 دي بي. فبنيجي نقول ده ال 1 دي بي كومبريشن بوينت بتاع الامبليفاير. امتى؟ السيجنال دخلتها قد ايه بحيث ان انا قللت الجيم ب 1 دي بي. لا يعني ده انبوت، ده انبوت سيجنال. يعني انا باجي اقول ايه؟ ماشي بس يعني هي مختلفه شويه، بس انا قصدي عليه ايه؟ ان انت بتيجي تشوف تقعد تعلي في الانبوت تعلي في الانبوت لحد ما تلاقي الجين بتاع الامبليفاير ايه؟ ابتدى يقل معاك. اول ما يقل لحد 1 دي بي قللان، يعني هو كان 10 بقى 9. القللان ده ال 1 دي بي ده معناه ان دي بنقول السيجنال دي اعلى سيجنال ممكن ادخلها، لان هو اعلى من كده خلاص الجين هيقعد يقل تاني. انا مش عايز اقلل الجين عن كده، يعني 1 دي بي خلاص اعتبرت ده الايه؟ ده انا في الورست كيس هقل 1 دي بي. اوكي؟ ايه؟ بالنسبه اللي كان عليه اي كان رقمه، يعني هو لو كان 20 دي بي جين لما ينزل 19 يبقى كده، يبقى شوف الانبوت اللي نزله 19 من 20 ل 19. لا هتبقى اكتر ليه؟ انت هنا انت الايه لو صغرت قوي الجين هيبقى بكام؟ هيبقى صغير؟ هيبقى الفا 1 بس. ما الفا 1 دي خلاص هي الدومينيتور، يعني انت في الاخر الرقم ده نيجاتيف عن ده، يعني ده اشارته عكس ده. ممكن تقول الالفا 1 هي ال 20 دي بي. بالظبط. يعني الاي دي وهي صغيره جدا الترم ده بكام؟ بالفا 1 تقريبا صح؟ واول ما الاي دي تزيد الترم ده كله يحصل له ايه؟ يقل. ده في حاله الالفا 3 اشارتها عكس الالفا 1 صح؟ فباجي اشوف اقعد اعلي الايه؟ اعلي في الايه لحد ما يحصل ايه؟ الترم ده كله ينزل ب 1 دي بي. لما ينزل ب 1 دي بي اجي امسك الاي دي واقول ده الانبوت 1 دي بي كومبريشن بوينت بتاعتي. يعني السيجنال امبليتيود اللي عنده الجين قل بايه؟ ب 1 دي بي. لا ما وصلش ل 1 دي بي، قل ب 1 دي بي. يعني لو كان 10 نزل ل 19. لو كان 100 نزل 99. بس ايه؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب احنا ممكن بقى نكمل المره الجايه ان شاء الله لينيارتي وبعد كده ندخل على ريسيفر. شكرا ليك يا باشمهندس.